السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة وصفة الشيف أيهم. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي تشيكن كريسبي. اليوم هعلمكم كيف تصير الكريسبي نفس طريقة المطاعم وكيف نحرشها وكيف تكون طعمتها كتير طيبة نفس طريقة المطاعم، رح تنجح معكم بالبيت إن شاء الله. عنا هون صدرين فروج مشفى، رح نقطع صدور الفروج لقطع عنا هلأ 8 قطع. رح نتبلهم البهارات اللي بنستخدمها بالمطاعم في الكريسبي ونشوف طريقة القلي وكيف رح يحرشوا معنا متل كنت هيك. رح أضيف هلأ بهارات الكريسبي. أول شي رح أضيف الخردل، ممكن نستغني عن الخردل بس أنا بشوف الخردل بعد طعمه كتير طيبة. شوية خردل، رح أضيف رشة بهار أبيض، رشة ملح، رشة كاري، رشة زنجبيل، ورشة بودرة ثوم أو ثوم مطحون. راح أحط معلقة صغيرة بودرة ماجي، راح أضيف شوية زيت وحرقه. هاي التبلة اللي بنستخدمها بالمطاعم، تبلة كتير طيبة. رح نعيفهم يرتاحوا بالبراد مدة ساعة ورح نرجع نقليهم ونشوف النتيجة. رح أعطيكم البهارات اللي استخدمتها: بهار أبيض، ملح، كاري، بودرة الزنجبيل، بودرة الثوم، بودرة ماجي، شوية زيت، استخدمت الخردل. بعد ما ريحنا الكريسبي بالبراد مدة ساعة رح أعلمكم كيف الكريسبي حاشف معنا. رح حلته بالطحين، عندي هون بيض مع حليب، حلته بالبيض مع حليب ولتها بالطحين. طبعا الحاشفة وقت لتها بالطحين رح نكبسها كبستين، رح نعمل لتها شي تاخد معنا موديل الحاشفة من البيض بهالشكل. هلا رح نقليها يطلع معنا منظر حاشفة. نضيف له طحين، نضيف له الطحين، نحطه في الصحن. هلا رح ننزل قطع الكريسبي بالزيت. طبعا رح نفضم الطحين عشان ما نحترق الزيت وننزله. الزيت لازم يكون حامي. لازم ما نحرك قطعة الكريسبي وقت ننزله بالزيت لبعد دقيقة حتى يمسك الطحين عليها وما تفرط الحاشفة اللي حاشفناها اياها. هنشوف النتيجة، حاشفة واللون الذهبي، نتيجة روعة. نزل معاه البطاطا، هنشوف هلا الكريسبي بعد ما استوت اللون الذهبي صارت جاهزة. شوفوا الحاشفة ما احلاها. هاي الطريقة طيبة كتير ونفس اللي عم نعملها بالمطعم.
رح نطبقها هلا على الكريسبي. شوفوا الحشفة والنتيجة روعة. طريقة كتير سهلة وطيبة. رح تحاشف معكم الكريسبي بهذا الشكل نفس المطاعم. إذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس.